الآن معنا من كييف عضو البرلمان الأوكراني كيرا روديك. سيدة روديك، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار، عفوا، في هذه التغطية الخاصة من سكاي نيوز عربية. نتحدث عن ما يجري في أوكرانيا ونتحدث عن الأمور الميدانية. على ما يبدو العمليات القتالية ما زالت مستمرة، ولا يبدو أن هناك يعني نية لدى الطرف الروسي بإيقافها. هناك مطالب عديدة يكررها الرئيس بوتين على مدى الأيام القليلة الماضية. ما الذي يمكن فعله من قبلكم لكي ربما يكون هناك مسعى ما لإيجاد حل لهذه الأزمة ووقف إطلاق النار؟ الوسيلة الوحيدة للخروج من هذه الأزمة هي بسيطة للغاية، على بوتين أن يسحب قواته ويخرج من أوكرانيا. هذا هو أمر صحيح ومباشر. لماذا نقترح أي شيء آخر؟ هو وقواته هم الذين جاءوا إلى أرضنا لتدميرنا ولقتلنا ولقصف مدننا ولحرق شعبنا وليقصف الشعب الحر الذي يرغب أن يدافع عن حريته. والآن هو يقول الآن أرغب في السلام. ما تعلمناه على مدى 8 سنوات من الحرب مع روسيا هو أنه عندما يقول بوتين كلمة السلام فهو يقصد العكس تماما، يقصد الحرب في الحقيقة. وما من شيء لن يفعله لكي يحقق أهدافه. على سبيل المثال، على مدى 2 يومين كان هناك قافلة سلمية تم إنشاؤها من مدينة ماريوبل لنوفاها لخروج اللاجئين، وفي كل مرة يطلق الجنود الروس الرصاص على هذه القافلة من النازحين. ولقد شهدنا هذا الأمر يحدث دائما مع بوتين، هذا ما يفعله. إن قواتي قصفت أكبر محطة نووية في أوروبا في أوكرانيا. هو نفس الشخص الذي يقوم بتلك الأمور. كلنا نفهم أن الثمن النووي سيكون كارثيا ومأساويا للكثير من الدول وليس أوكرانيا فقط. كل دول العالم ستدفع ثمنا باهظا لذلك. ثالثا، يواصل قصف مدننا حتى عندما يكون هناك اتفاق في المفاوضات السلمية التي نسعى للوصول إليها. إذن فليس الأوكرانيون هم الذين يقصفون تلك المدن، بل بوتين هو الذي يستخدم قواته ويحاول تدميرنا. إذن فالأمر الوحيد الذي يمكن أن يحل هذه الأزمة الآن هو إما أن نفوز أو أن يخرج بوتين قواته ويعود إلى روسيا. هذا هو مكانه الطبيعي. ليس لدينا أي مشكلة مع روسيا، لم نرغب في وجود هذه القوات على أرضنا. بوتين هو الذي بدأ الحرب ضد أوكرانيا، والآن دول العالم تدعمنا، وهكذا سوف نفوز بتلك الحرب، لأن بوتين سيصبح معزولا. روسيا سوف تسقط بالعقوبات الاقتصادية الضخمة التي فرضت عليها. في مرحلة ما ستصبح دولة مظلمة فقط تنتمي للقرن 19، مثل ما هو حال كوريا الشمالية، وستذكر الناس بوتين بهذا الشكل. هذا هو المستقبل الذي يرونه لبوتين الآن لو أنه طيب لم سيد رودك، اسمحي لي على المقاطعة. يعني دعينا نعود إلى مطالب أو الشروط التي وضعها الرئيس بوتين لإنهاء هذه الحرب. الرئيس بوتين يتحدث عن عدد من الأمور وكررها في أكثر من مناسبة، تحييد أوكرانيا، يتحدث عن نزع سلاح أوكرانيا، يتحدث عن اجتذاذ النزعات النازية والقومية المتطرفة، يتحدث عن اعتراف أوكرانيا بضم شبه جزيرة القرم، ويتحدث أيضا عن اعتراف أوكرانيا باستقلال لوغانسك ودونياتسك. أي من هذه الشروط أو المطالب مقبولة بالنسبة لكم؟ لا نقبل بأي منها بالنسبة لي. على سبيل المثال، ما هو شأن بوتين بما يرغب به الشعب الأوكراني؟ هذا كلام سخيف عندما يقول أنه يرغب في أن يكون لنا وضعية محايدة. أوكرانيا هي بلد ذات سيادة. في دستورنا الذي صوت عليه الشعب صوتنا في الانضمام لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي. ليس لدينا أي شيء مرتبط ببوتين ولا بمطالبه. لطالما رغبنا أن نكون بعيدين عنه بأكبر قدر ممكن. ما يقوم به الآن حقيقة يثبت أننا كنا محقين، لأن ما يقوم به الآن يقوم بالنظر لإنجازاته السياسية بدلا من أن يبني بلده. لقد فشل كقائد وفشل كديكتاتور، والآن يحاول أن يضع قواته ويبقى فيها على الأراضي الأوكرانية. هذا لن يحدث، سوف نقاتله بشكل قوي للغاية.
ليس لديه كلمة يفرضها فيما تقرره دولة أوكرانيا ذات السيادة، ما تفعله أو لا تفعله في مستقبلها. كان يرغب حقيقة في بناء إمبراطورية روسية، هذا أمر جيد بالنسبة له، لكن ما علاقتنا نحن بذلك؟ نحن دولة ذات سيادة ولدينا أرضنا ذات السيادة، ونرغب في أن نعيش حياتنا دون الروس. وهذا ما قاله شعب أوكرانيا. انظر، لا أحد يهرب إلى روسيا لأنهم يعلمون أنها دولة فاشلة وسوف تنهار سريعا. الكل يهرب إلى أوروبا لأن نعلم أن المستقبل هناك. لا أحد يحاول أن يحيي القوات الروسية لأن نعلم أنهم أشرار وأنهم جاءوا لقتلنا. طيب، ليس لقتال حكومة معينة، وليس لإخراج قوات بعينها، وليس لإنشاء دولة محايدة. لقد جاءوا إلى أوكرانيا بهدف قتل الشعب الأوكراني، وهذا ما يقومون به حاليا. هذا الشخص المجنون يقوم بذلك، ونحن لن نفي بأي من مطالبه. أي نوع من المطالب يفرضها؟ طيب سيدة رودك، اسمحي لي، الوقت يمضي بسرعة، بقي أمامنا حوالي دقيقة. دعيني أسألك عن الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا غدا. من المفترض أن تتم هذه الجولة. الجولات السابقة أخفقت حتى الآن على الأقل في تحقيق أي شيء. مسألة الممرات الآمنة في ماريوبل وفي فولنوفاخا أيضا لم تتحقق. ما الذي تتوقعونه من جلسة الغد؟ حقيقة هذه المفاوضات قد تحدث، لكن هذا ضمن تكتيكات بوتين. عندما يقول الممرات الآمنة فهي لم تتحقق. دعونا نوضح الأمر ودعونا نجعل الناس يسمعوا ذلك. تلك الممرات لم تنجح لأن الجنود الروس كانوا يطلقون الرصاص على النساء والأطفال الأبرياء الذين يرغبون في الابتعاد عن المدن التي تتعرض للقصف. كانوا يقومون بذلك عن عمد لأنهم قتلة، وهذا ما يقومون به، يدمرون مدننا دون رحمة، ونحن نقاتلهم وسوف ننجح ونفوز. بوتين سنقوم بمقاضاته في محكمة العدل الدولية لكل أفعاله الشريرة ولكل جرائمه. شكرا جزيلا لك كيرا رودك، عضو البرلمان الأوكراني، كانت معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف.